في بعض الأشياء يمكن نجهلها كمتسوقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الأونلاين. لهذا مشاهدينا لمعرفة حقوقك كمستهلك في التسوق الإلكتروني، نرحب معاكم بضيفنا مستشار التسويق الإلكتروني الأستاذ لؤي فواز. صباح الخير. صباح الخير يا صباح العافية، شكرا لكم. أستاذ، بداية خلينا نتكلم، أنا كمستهلك كيف أعرف حقوقي لما أبدأ أتصفح المواقع العديدة المتواجدة؟ تمام. هلا بسبب موضوع التسويق على الانترنت انه بشكل كثير كبير بيقدر يوصل من اي مكان ومن اي بلد ويبيع باي بلد، هذا الموضوع بياثر كثير على معرفه الحقوق وين وشو بتكون. فنحن مثلا ببلد مثل عندنا بالامارات العربيه المتحده الحقوق واضحه وفي جمعيات لحمايه المستهلك بشكل كثير كبير. فنحن اذا بتشتري من اي لوكال براند، من اي منتج محلي، موقع محلي، انت قادر تعرف هذا الموضوع اذا هو صحيح ولا لا، هذا المنتج اذا صحيح ولا لا. المشكله اللي عم بيواجهوها المستهلكين او الزبائن لما عم بيشتروا من منتج من برا البلد، فلنفرض من موقع صيني، من موقع باي بلد ثاني، فلنفرض هون عم بيكون في ممكن نسميه تلاعب كثير بالمواصفات تبعيه المنتج، ما يقدر الواحد بتكون مختلفه جدا عن الصوره وما بيقدر يعرف شو حقوقه. طيب بهذا الموضوع هيدي بتصير هاي القصص بشكل كثير كبير. صحيح. انه بنسمع انه واحد اشترى مثلا، من فتره سمعت اشترى طاوله مفكرها انه هي طاوله كوفي تيبل، طلعت هي طاوله لعبه صغيره. فهو الموضوع في فرق دائما بين كل بلد وبلد بين حقوق المستهلك. نحن هون في جمعيه خاصه لحقوق المستهلك بيقدر يتابع الواحد معها لما بتصار معه اي مشكله، بيقدر يتصلوا هن بيلبوا له اي طلب على هذا الموضوع. ومعظم المشاكل عم بتنحل بكثير بساطه لانه انت بتتواصل مع السبلاير يلي اشتريت منه او البائع اللي اشتريت منه، هو مستعد يحل لك هاي المشكله لانه عارفان انه في حقوق وفي كل شيء. ولكن بتكون المشكله الكبيره لما بيشتري واحد من جهه ثانيه، من بلد ثاني، فهون لازم يكون هو اخذ خياراته او دارس المنتج بطريقه صحيحه قبل ما ياخذ قرار الشراء بهذا المنتج. صحيح. اذا استاذ، كيف نقدر نتاكد من صحه الموقع الالكتروني اللي نحن قاعدين نشتري منه؟ هل هو مرخص مثلا من دوله الامارات او هو مرخص عالميا؟ فهذه مساله مهمه اعتقد. هلا لحد الان بحسب شو الشيء اللي عم بتشتري. هلا مثلا مثل اي شيء له علاقه ببراند كثير كبيره، مثلا اذا عم بنحكي اي منتجات مرفقه، لا منتجات ابل مثلا، فلنفرض مثل شواحن اكسسوارز او اي شيء، هي في لها ارقام سيريه ممكن الواحد يتابعها يعرف اذا هي فيريفايد او معرفه من ابل ولا لا. فلنفرض على هيك اذا عم نحكي. ولكن اذا عم بيشتري اي شيء ثاني، هون بيكون في صعوبه اكثر لانه ما في جمعيه عالميه تقدر تضبط هذه المواضيع كلياتها. ولكن في خطوات ممكن يتبعها الواحد لحتى يحمي نفسه من انه ينغش بطريقه او باخرى. مثلا انه يتاكد من هذا الموقع فعلا اذا هو حقيقي ولا لا، اذا في عندهم كاستمر سبورت، في عندهم خدمه زبائن ولا لا. يروح مثلا قبل ما يشتري الشراء. هلا هي المشكله بتكون انه نحن غالبا لما بنشتري بشكل عاطفي اكثر، فبيكون الواحد عجبته الشغله وخلص متحمس لها بده يشتريها لو شو ما كان، ما يفكر بالاشياء الثانيه، ما يفكر بالاشياء، ما حياخذ بال. بس هو لازم يوقف الواحد ثانيه يتفرج مزبوط على الموقع، يشوف صفحه مثلا اباوت اس او عن الشركه او صفحه التواصل معنا لحتى يشوف في ارقام تواصل، في شيء بيقدر يحكي معه يحل مشكله صار. بعدين يروح يتصفح مثلا ممكن حساباتهم على انستغرام، فيسبوك. في كثير مواقع بتكون هي بس بهاللحظه معموله لمنتج واحد، تنباع بفتره وما يكون في لها اي متابعه يعني بشكل سريع كثير. فاذا شاف صفحه الانستغرام، صفحه الفيسبوك، في عليها تفاعل، في عليها حركات، ممكن يشوف الريفيوز يلي على الفيسبوك وعلى فلنفرض جوجل، شو الاراء الزبائن عن هيدي المنتجات. وهيدي الشغله كثير مهمه حتى اذا عم بيشتري مثلا من مواقع من الصين يلي هي بتجهز لنا بشكل كثير كبير. في ريفيوز واراء الزبائن عن كل منتج بالصور بالتفصيل، فهيدي لازم يراجعها بشكل دائم. بعد ما يراجعون بعتقد اهم خطوه انه يقرا سياسه الاسترجاع والاستبدال. فخلينا نتكلم شوي استاذ وائل عن هذه السياسه. كمستهلكين او ككونسيومرز دائما نهتم بهذا الشيء، حتى لو كان الشيء مش اونلاين ورايحين نشتري من محل او من السوق، دائما نهتم ونسال هل في امكانيه لاسترجاع او استبدال البضاعه ام لا؟ هلا بشكل عام كل موقع بيحط السياسة الخاصة فيه وبحسب المنتج اللي عم نشتري. في منتجات انت قادر ترجعيها حتى لو بعد شهر.
صحيح. مثل منتجات الملابس او في منتجات مثلا غذائيه او اي شيء ثاني او مثلا العطور ما بيقدر الواحد يرجعها بفتره خلال فتره طويله، لازم خلال فتره الصلاحيه تبعيلها انه يتاكد مباشره، فلازم يراجع كل موقع خاص بسياسته وشو في عليه فحتى يعرف هو شو له وشو عليه كزبون. وعلى فكره ما في موقع ممكن انه يعمل دفع اونلاين، انه يدخل الواحد يدفع اونلاين اذا ما عنده هيدي الصفحه، ما في ولا بوابه دفع عالميه او اي محليه او اي شيء بدون هذه البوليسي بدون هي ما بيوافقوا له انه يعطوه بوابه الدفع، فاكيد موجوده لازم يطلع عليها ويشوف وين الرابط تبعها ويطلع عليها ويلتزم بهذا الموضوع، وعدا انه يشوف الشرح تبع المنتج نفسه، اذا عرف الشرح رح يعرف المقاسات مثلا تبع الطاوله. صحيح. او نوع القماش وهل بيناسبه ولا لا فعلا. يعني استاذ في بعض الاحيان تشوف مثلا مكتوب السايز وفعلا كاتبينه ان ديتيلز بالتفاصيل عشان الشخص يكون على اطلاع اكثر 100%. فهو بنرجع لنفس مشكله الاساسيه انه احيانا الواحد بيكون شوي عاطفي زياده، خلص حب الموضوع وبده يشتري ما بيقرا هيدي المواضيع ولا بيطلع عليها. اذا استاذي اليوم نحن نعرف ان التسويق الالكتروني هو بحر بحار كبير جدا وفيه معلومات يعني كبيره. صح. لا تسعنا ان احنا نتكلم فيها خلال الفقره هذه بل تحتاج الى حلقات عديده. صحيح. صحيح. ولكن خلينا نتكلم عن موضوع معين الا وهو مثل ما ذكرنا التسويق الالكتروني، كيف انا اقدر اسوي لي موقع الكتروني واوصل المنتجات اللي انا اسويها. مثلا اليوم نحن ندعم المشاريع المنزليه، فكيف هذه المشاريع المنزليه تقدر تسوي موقعها الالكتروني وتسوق الكترونيا وتوصل منتجاتها للشخص المطلوب او المشتري المطلوب؟ سؤال كثير حلو صراحه. هلا نحن بالنسبه للتسويق الالكتروني ميزه كثير كبيره انه هو مفتوح بطريقه سهله وبيقدر اي شخص يبدا عمله عن طريقه. فنحن فلنفرض بده يفتح متجر، سواء هذا المتجر بده ياخذ قراره هل انا بدي بيع بس على انستغرام اي حدا بيبعث لي رساله او مثلا بدي بيع على موقع الكتروني بطريقه محترفه. حتى لما بده يبيع على موقع الكتروني ما انه مضطر هلا بالوقت الحالي انه يوظف مبرمج ويدفع عليه مبالغ كثير كبيره، بيروح على اي منصه من المنصات المسؤوله عن انشاء مواقع الكترونيه بشكل كثير كبير، حتى لو عنده صفر خبرة برمجية هي عبارة عن وضع صورة ووضع معلومات فقط مو أكثر من هيك. فممكن أي شخص خلال 24 ساعة أو أقل حتى ممكن يطلع بمتجره الإلكتروني بكل سهولة، والكلفة تبعيتها بتكون قليلة بتوصل لتقريبا 100 درهم بالشهر بس عم بيدفع لحتى يكون عنده متجر إلكتروني كامل. هلا كمواضيع ثانيه من ناحيه كيف يوصل البوست او المنشور تبعه والمنتج تبعه للعالم، بيجي عندنا موضوع الاعلانات المدفوعه واللي هي بتلعب اهم دور لحتى يوصل بسرعه. في طرق ثانيه بيقدر يوصلها بسهوله، ولكن هي الاعلانات المموله بنشوفها نحن لما بنكون عم نتصفح على انستغرام على فيسبوك على سناب شات. اي سبونسرد بنلاقي مكتوب عليها سبونسرد اد. مثلا اذا انا بحثت زينب يمكن انت بعد صار لك موقف مثل هذا، مثلا انا اتصفح على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثلا كنت ابحث عن الكترونيات تطلع لي اعلانات الكترونيات، ابحث عن اثاث منزل تطلع لي اعلانات اثاث منزل، فشو السر في هذا الموضوع؟ هلا السبب الاساسي بهذا الموضوع انه اي سوشيال ميديا او اي نحن مثلا فلنفرض جوجل كمحرك بحث هو عباره عن مركز عم بيجمع هالمعلومات كلياتها يلي نحن عم بنعملها على الانترنت، فنحن كل حركه عم بتتسجل انه نحن معجب بهذا الموضوع، عملت إعجاب لصورة فيها مثلاً أجهزة إلكترونية، بحثت عن أجهزة إلكترونية مثلاً، كلياتها عم بتتسجل بالمخدمات تبعيتهم. هلأ كل ما الواحد دور أكثر فبصير بيطلع له إعلانات مماثلة أو مشابهة للشيء اللي محتاجه، وهي هي ميزة قوية كمان بموضوع التسويق الإلكتروني، إنك أنت ما عم بتوصل إعلانك لجزء مثلاً كبير وما بتعرف مين مهتم أو لا، انت بتقدر توصله بحسب اهتماماته بهيدي الفتره او بحسب فعلاً. هو او انها تقود او يعني تقايد الناس اللي حابه تشتري هذه المنتجات او تدخل لهذه المواقع. لكن استاذ نتكلم بشكل اكبر عن حقوق التاجر او اللي حاب يعرض هذه السلعه، في بعض الناس تبدا تغش وتقلد يعني وايد احنا نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف فعلا هو كتاجر يعني وحاب يعلن عن هذا المنتج او هذا المشروع يعني يحمي نفسه ويحمي ايضا المنتج وما يتقلد؟ هلا اللي دائما نحن بننصح فيه التجار لحتى يقدروا يبرزوا منتجهم بشكل كثير كبير
انه يشرح هذا المنتج بافضل طريقه ممكنه ويفرجي ميزاته، واذا هذا المنتج بيعطي فائده للزبون بشكل معين يركز على هيدي الفائده ويركز على هيدي المواصفات يلي هو تعبان عليها. طبعا نحن في منتجات مختلفه، في عندنا منتجات اشخاص كتجار هو بيبتكر هذا المنتج وبيكون من تصميمه، وفي منتجات بتكون تقريبا مقلدة. التجار اللي عم بنحكي عليها نحن هي اللي عم بيشتغل على منتج خاص له من تصميمه. أما التجار اللي عم بيشتغل على منتجات مقلدة هي فيها مشاكل كتير، وحتى كإعلانات ما مسمح له، يعني أي إعلان لمواد مقلدة مقلدة تماما ما يقدر يعني. ما تنزل بينحذف الإعلان وبيتبلك بينعمل باند للحساب الإعلانات نفسه. فنحن عم بنحكي على اللي المصمم او اللي حابب يبيع منتجه الخاص لازم يظهره ويخليه يتميز بين هالمنتجات، لانه في عندنا منتجات كثير كبيره بالسوق. فاذا ما كان مركز على هيدي الفوائد اللي بيعطيها للزبون او المواصفات تبعي له العرض المناسب له، ما راح يقدر يظهر بشكل كثير كبير بالسوق، وبيضيع حقه بين المنتجات او التجار اللي عم بيبيعوا اشياء مش حاب انه يعني حد يقلده. لان اسمع ذكرت يكون المنتج يعني الاوريجينال او الاصلي من عنده وليس منتج او سلعه مقدمه. تمام. مقلده عفوا. حتى بيقدر يدخل بعدين بموضوع حمايه البراند تبعي له في حقوق الملكيه الفكريه. تمام، حقوق الملكيه بيقدر يحميها بالمنطقه بالبلد بالجي سي سي بالدول الخليج وبالعالم بالعالم. طبعا ان شاء الله هي خطوه بخطوه، لما بتكبر البراند تبعيته وحابب يحميها بيقدر يدخل بهيدي التفاصيل. إذن أستاذ نحن تكلمنا عن التسويق الإلكتروني، كيف أن نحن نقدر نسوي موقعنا الإلكتروني مثلاً أو نبيع منتجاتنا من خلال هذه المواقع الإلكترونية، وكيف أن نحن نوصلها أيضاً للناس المستهدفة. نعم. الآن سؤال مهم، ممكن يكون الكثير من الناس حابينهم يبدون تجارتهم الإلكترونية ولكن ما يعرفون كيف يختارون المنتج المناسب للتسويق عنه أو المنتج اللي ممكن أنهم يبدون تجارتهم فيه. صحيح. فكيف هي الطريقة المثلى لاختيار المنتج؟ هلا نحن لما بنجي لاختيار المورد يلي بده يتعامل معه، فلنفرض خاصة إذا نحن لأنه اختيار المنتج ممكن شوي أوسع، لأنه ممكن هو يصمم المنتج بنفسه ويحاول يصنعه إذا فيه، لأنه في كتير تجار بيشتغلوا مواد منزلية بيقدر يطلعها من البيت، وفي منه بيبحث عن سبلاير أو مورد يقدر يشتغل معه، يعني أخذ من عنده وبيع. أخذ من عنده. هلأ اللي يعني يبحث عن سبلاير ممكن يتعرض لموضوع غش تجاري نفسه نفس المستهلك الأساسي. فما لازم يبدأ بأي مشروع إذا ما كان طلب سامبل عينة أول شيء عن المنتج اللي هو حابب يشتغل معه، ولازم هي العينة تتطابق مع المواصفات اللي أراها عن المنتج بشكل كامل، ولازم يطلبها من موقع بيعطي شيء اسمه حماية تجارة، بحيث أنه هذه المنتج ما عجبني أنا مو هذا اللي طلبته، بيقدر يعمل عملية الاسترجاع وبيقدر يرفع شكوى على هذا الموضوع ويسترد فلوسه. فلازم يشتغل بهذه الخطوات ولازم يبحث عليها. الشخص لحتى يلاقي المنتج الناجح بالسوق هو عبارة عن دراسة سوق بشكل أو بآخر، يعني أي منتج فيه عليه طلب بالنهاية، ولكن شو هو كمية هذا الطلب وشو الطرق اللي بيقدر يطلعها. من المنافسين أيضا أستاذ وائل، لكن نتكلم أيضا كمستهلكين نتعرض للعديد من الإعلانات مثل ما ذكرنا، وتكون على المواقع وأحيانا أيضا في محركات البحث مثل جوجل. كيف أقدر أتأكد أو ما هي مؤشرات التأكد من صلاحية هذا الإعلان وفعلا هذا الإعلان يعلن عن المنتج المناسب؟ تماما. هلا مثل ما حكيتي الشخص بيتعرض لاعلانات بشكل كثير كبير، وفي دراسات بتقول فوق ال 2000 اعلان باليوم الواحد ممكن يتعرض عليه له الشخص. مثل ما حكينا لما بيضغط على اي اعلان لازم يروح على الموقع الالكتروني يتاكد من صلاحيه هذا الموقع اول شيء. طبعا يعني اذا نحن دخلنا بشويه حمايه على المواقع الالكترونيه، في شهادات بتاخذها المواقع الالكترونيه لحتى يكون هذا الموقع موثوق او لا، بنسميها الاتش تي تي بي او سي سي ال اس اس ال سيرتيفيكيت، هي لازم تكون موجوده. هو اذا مثلا فاتح على اي متصفح تكون قبل الدبليو دبليو تمام، بتلاقي فيه هيك لوك صغير او قفل شكل قفل انه هذا محميه معلوماتك. فانت اول خطوه انه هذا الموقع اذا دخلت بياناتي انا هي مشفره هي البيانات وما حدا بيقدر يدخل عليها بيشوفها الا اذا صار في موضوع ثاني. هلا نحن بعد ما يتأكد من هيدي النقطة مثل ما حكينا يراجع الخطوات نفسها، عجبه المنتج ياخذ شوية وقت حتى يتأكد من الشركة من صفحة الشركة، يقرأ عن الشركة يقرأ تعليقات الزباين. أهم شيء
التعليقات الزبائن كثير مهمه، ولازم يحاول يكون عنده شويه معالجه او معالجه عقلانيه لهذا الموضوع. عفوا استاذ، هل تعليقات يعني الكاستمرز او هؤلاء المستهلكين مش فيك، يعني مش تم وضعها من قبل الموقع او من قبل التاجر؟ صحيح، هيدي اللي بدي اقول لك عليه، انه هو لازم ياخذ شويه راي منطقي عقلاني بالنسبه له ليفرق اذا هذا هو حاططها التاجر، لانه بيقدر يحط ريفيوز بشكل شوي. كيف رح يقدر يميز المستهلك؟ الميز المستهلك يشوف هالريفيوز، يشوف هالحسابات تماما، ومثل ما حكينا انه ما ياخذ الا من مواقع موجوده اساسا وموثوق منها. وموثوق منها، في مواقع كثير يعني بنقدر بنحكي عليها هي اللي بتعطي، ما بيخلي اي شخص يعمل ريفيو الا اذا كان عنده حساب وموثق ويعمل اي شيء. وبعدها يا اهم شيء كمان يشوف الديسكريبشن او الشرح تبع المنتج وسياسه الارجاع، اذا ما كانت موجوده اكيد ما يشتري من هذا الموقع ولا يقرب عليه بشكل او باخر. استاذي، انا من خلال الحديث معك تذكرت موقف لطفله اوروبيه قامت بموضوع التجاره الالكترونيه، عمرها 12 سنه، كانت تلعب بالانترنت وتدخل مواقع. أوكي. سوت موقع وحطت منتج يا زينب، وبعد ما حطت المنتج واختارت الشخص المستهدف مثل اللي توصل للمنتج، وصلت المبيعات ل 2 مليون دولار. والناس كلها طلبت المنتج هذا، ولكن هي ما عندها المنتج، ما في يعني هي طلبت يمكن عينات بسيطة للمنتج هذا وحصلت المنتج هذا، ضرب ترند وما قدرت تتعامل مع الزباين. فخلنا نتكلم عن هذا الموضوع، كيف أنه ممكن أنا أعمل سيطرة؟ هل أنا مثلا محتاج لفريق عمل كبير معي؟ هل أنا محتاج موظفين معي في هذا الموضوع؟ أم أن المسألة قد تكون أبسط وما فيها مخاطرة؟ هلا الموضوع اكيد مو سهل. نحن دائما بنقول اي شيء تجاره الكترونيه هي عباره عن مشروع مثله مثل اي على ارض الواقع، بيحتاج وقت منك، بيحتاج مجهود منك لحتى تتابع كل المؤشرات اللي عليه وكل شيء. ولكن فلنفرض انه انا جبت عينه وطلع في طلب كثير كبير عليها، لازم انا اتابع المخزون تبعي، واي فلنفرض على موقع الكتروني اخذه من اي منصه بتعمل مواقع الكترونيه، في متابعه للمخزون، يعني انت بتقدر تحط كم قطعه عندك، وكل من شرى بتعمل تلقائيا بتنزل من هذا المخزون، فانت بتقدر تضبط هذا الموضوع. اضافه لهيك، لحتى ما يوقف نشاطه للتاجر بشكل او باخر، فلنفرض اجى طلب كثير كبير على اول دفعه اشتراها وفي تاخير ليوصل شهر مثلا، لازم يشتغل بسياسه بري اوردر، اللي هو انه يطلب مسبقا بحيث انه يكون في عنده، انا ضامن مثلا في عندي 100 طلب، هيدول منباعين، في اشخاص لهم، مو بجيب بس 100، بصير بجيب 100 اضافه للطلبات اللي ممكن بيعها. سياسه الطلب المسبق كثير بتساعد التجار، وبتعطي احساس كمان للزبون انه هذا المنتج مهم، في عليه طلب كثير كبير، لازم احجز مكاني حتى التاجر يعني بيكون انه واثق من نفسه انه هو عنده اشترى منتجات، ويعني ما قاعد انه خسر فلوسه وما حد اشترى من عنده. بيخفف المغامره، بيخفف الريسك اللي عليه بشكل كثير كبير. صحيح. يشتغل على هذا الموضوع. استاذ وائل، نتكلم نرجع لحقوق المستهلكين ونتكلم عن البضائع المقلده، يمكن البضائع المقلده بنشوفها في العديد من المواقع، شو الموقع المناسب؟ يعني هنا اكيد راح يحتار المستهلك او الزبون، شو الموقع اللي فعلا ممكن يشتري منه هذا المنتج، خاصه في موضوع الملابس؟ هلا موضوع البضائع المقلده هي صارت حقوق تجار، انا برايي اكثر من حقوق مستهلكين، لانه صارت حقوق البراند هي اللي عم بتخسر هذا الموضوع. فلنفرض براند مثل لوي فيتون او اي براند ثانيه عم بتشتغل وتتعب على التصميم لحتى تطلعه، ولا اي شيء يجي شخص يعمل لك كوبي 1 ولا كوبي 2 ولا شو يتنبع. فعلا الشخص اللي عم بيشتري هذا المنتج المقلد، عدم المؤاخذه هو عارف انه عم بيشتري كوبي، تمام؟ فنحن هذا الشخص هو عم بيساعد بضرر بشكل او باخر. مثل ما خبرتك، هيدول اعلاناتهم او طرق التسويق تبعهم كثير كثير محدوده، ما بيقدر يعمل اعلانات مدفوعه لانه رح تتوقف حسابات الاعلانيه تبعيته سواء على جوجل، انستغرام او فيسبوك مباشره. بيكون عنده اعلاناته بس لما بيدخل، وانتم بتشوفون كثير اي منشور لحدا من المشاهير بيكون في بالتعليقات ادخل وشوف، ادخل واشتري. بتلاقي هيدي الطريقه كثير ليميتد لهم، ومبين انه هذا الشخص مانو متجر صح، مانو متجر عنده مواد صح، مبين كل شيء فيه، مانو هلا ما بنقدر نقول عنه قريب حتى من كلمه براند او علامه تجاريه، فلازم يبتعدوا عن هدول الشراء بهذا التجاره بهذا او الشراء من هدول المتاجر المستهلكين. اضافه على انه هدول جمعيه الدوائر الاقتصاديه بالمنظمات
في عليها كثير متابعه لهدول، يعني حتى نحن بجوز هلا شوي اسهل مثلا من اوروبا، اوروبا ما بيقدر الواحد يدخل بساعه مقلده على البلد جايبها من اي مكان، فهيدي النقط كثير بتاثر بشكل او باخر على التجاره، وانا برايي هيدي المواضيع بتاثر على التاجر، اي موضوع غش تجاري بتاثر على التاجر اللي حابب يدخل بهي التجاره، لانه اذا تعرضتي انت لموقف غش، انت رح ما رح تفقدي الثقه بهذا المتجر بس، انت رح تفقدي الثقه بالتجاره الالكترونيه والشراء من الانترنت. صحيح. فنحن لازم نشتغل بحيث انه الوعي المستهلك يعرف يشتري المواد من المكان الصح، ويحاول يدعم البراندات المحليه او المشاريع المحليه، لانه هذا الموضوع انت واحد اخذ من ثقه حدا بتقدر توصل له، بتقدر تعرف وينه، بتقدر تطالب بحقوقك بشكل كثير كبير، وانت عم بتدعم مشروع قائم بالبلد هون، حدا عنده شغف كثير كبير عامله لهذا المشروع، متخيلي هذا الموضوع قد ايه بيساعد. هذه النقطه لازم كثير نركز عليها، انه اذا بدك تشتري من متجر، اي متجر بشكل عام ما له من المتاجر هذا، يفضل تاخذ من المتاجر المحليه لانه راح بتساعدك بشكل كبير. صحيح. دكتور طبعا او استاذ عفوا، موضوع ايضا يعني قد يكون شويه حساس بالنسبه للناس، يعني وقد يكون في خسائر كبيره مثل ما هو متوقع. اليوم انا قاعد اربط الاسئله بمواقف صايره من المجتمع، لان انا مريت بكثير من المواقف وسمعت وشفت ناس انضحك عليها كثير. احد الاخوه اصبح له موقف، وصل له بريد الكتروني، وفي البريد الالكتروني لما دخل عليه من جهه حكوميه رسميه، التصميم اللي موجود تصميم جهة الحكومية، ومذكور فيه أن عليك مبلغ فاتورة معين لابد أنك تدفعه، يعني تقريباً 5 دراهم و 6 دراهم شيء من هذا القبيل، ويدخل على الموقع وفعلاً موقع إلكتروني صحيح، يقول له أدخل وسائل الدفع، يدخل البطاقة ورقم البطاقة وسي في في كود، و يتفاجأ بدل الخصم 5 دراهم يتفاجأ مثلاً ب7000 أو 10000 درهم. فكيف وصل الموضوع لهذه الطريقة، وكيف أن نحن نقدر نكتشف أن هذا الموقع هل هو صحيح أم خاطئ؟ هلأ عادة من أكثر الطرق الموجودة حالياً لحتى يعملوا عمليات نصب وأخذ من البطاقة بشكل كتير كبير، وشكل الطريقة اللي بيعتمدوها بشكل أو بآخر أنه بيظهروا لك كل شيء، واجهات خارجية مطابقة تماماً لأي جهة عم بتحاول تشتري، يعني ممكن يوصلك مو بس من جهة حكومية، ممكن يوصلك من أي علامة تجارية إيميل بهذا الموضوع. المفروض أول ما يوصل أي إيميل مشبوه فيه نحن، أول شيء ما بنضغط على أي لينك أو أي رابط موجود بهذا اللينك، لازم يطلع يشوف الإيميل المرسل منه. كل الجهات الحكومية .gov.ae، ما في أي جهة حكومية، وما حدا بيقدر يبعت أي إيميل ما نو at هذا بس الموضوع. الايميل فعلا كان مكتوب اسم الايميل، بس لما انا بحثت مع صديق هذا، لما ضغطنا اكثر على الايميل بدا الايميل هو شكليا من الخارج صحيح، لكن لما ضغطنا عليه لقينا ايميل مختلف تماما عن 100%. لازم يفرق الواحد بين اسم الايميل المرسل والايميل ذات نفسه. الايميل ذات نفسه هو اللي لازم يتاكد منه شو هو فعلا هذا الايميل، لانه حتى لما بيضغط الواحد رح بياخذوه لصفحه بيحسها هو بشكل طبيعي، لازم يتاكد من الرابط الموجود، ويتاكد من علامه الاس اس ال سيرتيفيكيت اللي قلناها اللي فيها الحمايه، يتاكد من كل هيدي الخطوات قبل ما يعمل اي عمليه على الانترنت. ضغط الروابط بشكل كثير كبير هلا مشكله على الانترنت، وعم بيتعرضوا منها مو بس لهاكينج من بطاقه سرقه من البطاقات مثلا، عم بيتعرضوا بسبب رابط لهاكينج للواتساب تبعهم، لحسابات الواتساب تبعيتهم، حسابات السوشيال ميديا تبعيتهم، بسبب خطا ضغط معين ما دققوا قبل ما يضغطوا. هيدي المعلومات لحتى قبل ما يعمل واحد اي حركه كثير مهم يتاكد المرسل قد ايه موثوقيته وكيف الطريقه. يعني استاذ وائل يتاكد من كل شيء، من كل المعلومات وايضا من كل السياسات سواء الخاصه بالمواقع او بالتجار، في النهايه نقول دائما لازم نعرف حقوقنا كمستهلكين وايضا كتجار على مواقع التواصل الاجتماعي كافه. استاذ وائل فواز نورتنا في هذا الصباح، يعطيك العافيه. شكرا لك، شكرا نورتوني، شكرا جزيلا لك. كل الشكر.